قام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة يرافقه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وذلك في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 41 لتحرير سيناء الحبيبة. في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 41 لتحرير سيناء الحبيبة، قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة يرافقه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر. سلام الشهيد! سلام! سلاح! وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد في تقليد عسكري أصيل يعبر عن الوفاء لشهداء مصر الأبرار. ثم توجه الرئيس السيسي إلى قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات وقام بوضع إكليل من الزهور وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة. وفي نهاية الاحتفال قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة بهذه المناسبة لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة ولفيف من كبار رجال الدولة.